سلمى، رح نبدأ صباحنا مع فقرة كتير مهمة. يمكن كتير من الناس بيجهلوا حقيقتها لما بنحكي عن الأمراض النفسية الجسدية وشو علاقتهم مع بعض. هذا الموضوع يمكن يلي ما كتير بيخطر على بال الناس. قد بتسمعي سلمى عن الناس عم تشتكي كتير كتير من أمراض وأوجاع هي ممكن تكون أوهام، ممكن تكون حقيقية، لكن مرتبطة بشكل أساسي مع المشاكل النفسية. أحياناً كمان فرح يعني بي بي بيدخل المرض النفسي بأنه بيعطيك هاي الأعراض الجسدية، بتروحي عند دكتور أنت فعلياً ما عندك شيء، بيكشف عليك ما عندك شيء، بس أنا موجوعة. ليش موجوعة؟ ما بيعرف. منفوت برحلة أوقات سلمى من التحاليل والتشخيص الغلط. والتشخيص الغلط، فرح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. الصحة النفسية وشو علاقة بالصحة الجسدية مع الدكتور راغد هارون. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم يا رب. صباح الصحة النفسية يلي عم نفتقدها اليوم. هذا الصباح هو صباح الصحة النفسية إن شاء الله يا رب للكل جميعا. إن شاء الله يا رب. يعني دكتور راغد، دائما حضرتك بتعطينا هيك نصائح خلينا نقول مفيدة وبنبسط. نعم. الموضوع خلينا نحكي عن تأثير الـ أي شيء نفسي على الجسد، وكيف بنبلش نحس أو نعرف أنه الأعراض الجسدية اللي نحن عم نحس فيها هي منشأة نفسي وليس عضوي أو مرضي مثل ما بنقول. صحيح. طبعا بتشكركم جدا على الموضوع، من أهم المواضيع اللي فعلا بحاجة لثقافة. يعني ممكن كثير من شرائح المجتمع بتعرف على الاكتئاب، صارت على القلق، كلياتنا عم نقرأ الحمد لله يعني، ولكن هذه تحديدا حتى الأطباء بيصير في لغط بالموضوع عنا وليس بكل الأماكن، رغم معرفتهم. يعني هو نوع من المعرفة بأنه مشكلة نفسية، ولكن بيحاولوا هن يستمروا بالعلاج، ما بيحاولوا أنه يرسلوه لطبيب أمراض نفسية بسبب طريقة النظام الصحي اللي عندنا. نحن ما في عندنا فاميلي دكتور أو بابليك هيلث، طبيب عائلي. طبيب العائلة لكل منطقة بيفحصك وهو اللي بيحيلك لعند الأخصائي. أنت من تلقاء نفسك ممنوع تروحي لعند أخصائي، بتروحي على موعد بياخد لك يا الفاميلي دكتور، بس هو القادر على فعلا تمييز هالشكاية هل هي جسدية فعلا تستحق هذه الاستقصاءات وهو بيطلب لك اياها، او هي شكايه نفسيه وبيبعتك لعند السايكاتريست الطبيب النفسي، وبالتالي بيوفر على مؤسسات الدوله كثير من الاموال. طبعا هذا الشيء موجود عندهم لانه عندهم نظام تامين صحي، وبالتالي كل ما وفر اكثر كل ما افضل بالنسبه لي، وكل ما افضل للمريض. يعني ليش لا اعمل له الصوره وهو مو بحاجتها؟ دكتور نحن حلنا يكون عندنا هي الثقافه ويكون هذا دكتور العائله اللي عم تحكي عنه هو فعلا موجود. واليوم بهي الظروف الصعبه بديهيا الامراض النفسيه كثره التعب النفسي، القلق، الاكتئاب، فهو اكيد كثير منتشر بهي الظروف. نعم. الصعبه. نعم حقيقة معك كل الحق، ونحن قادرين بقليل من التعاون بين بعضنا من دون ما يكون في فاميلي دكتور. يعني في كثير من، لأعطيكم مثال رقمي وإحصائي مثلا. نعم. نحن لما بنعرف بأنه 47% من مرضى أو من الذين لديهم شكايات هضمية في العالم، أو من مرضى العيادات الهضمية في العالم، سبب نفسي، لا يوجد لديهم أي مشكلة هضمية وإنما السبب نفسي. لما بنعرف بأنه 37% من مرضى أو من الذين لديهم شكايات قلبية لا يوجد لديهم أي مشكلة قلبية ولا إنما شكايتهم نفسية، وعدي على ذلك من باقي الأجهزة، بس أنا أعطيتكم أكبر رقمين. تخيل الهضمية نسبة كتير عالية 47%. لما بنعرف هي الأرقام بنعرف قديش السبب النفسي له أهميته بإظهار الشكاية الجسدية. هون ما في داعي للفاميلي دكتور، يكفي من السيد طبيب جهاز الهضم المحترم بعد استقصائه البسيط يقول له أنه مشكلتك نفسية، بإمكانك تراجع طبيب أمراض نفسية. ولكن هون الطبيب يقع في مشكلة أخرى بصراحة. هذا الكلام من الممكن أنه يشكل إهانة للمريض. تخيلي، لأنه هي وصمة أنه أنا بعد هالشكاية، هلأ أنا يا دكتور بعد كل هالشكاية جاي تقلي أنه أنا مريض نفسي؟ يعني هو نحن عم نقول عندك شكاية نفسية، أين تقع المشكلة؟ يعني كمان ثقافة
مجتمع عم تعيق الطبيب بصراحة على أنه يكون فاميلي دكتور ويكون هو شخص عم يساعد على تطوير هذا النظام الصحي، ولكن بطريقة أو بأخرى نحن فينا بطريقة لطيفة لائقة أن نشرح له شوي بأنه أحياناً إذا في حالة نفسية عم تعاني من أي مشكلة نفسية ممكن عملية الكبت تنعكس بعد ذلك على شكايات هضمية ويصير في عندك كولون عصبي، تشنج بالجهاز العصبي بسبب ارتباطه بالجهاز العصبي المركزي، وبالتالي في تناغم بين عملهم هن الاثنين، وأي شكاية من أحدهما سيستجيب الآخر. نعم. فالمشاكل النفسية إلى شكايات جسدية وإلى تظاهرات جسدية كثيرة. صحيح. يعني بالنسبة للاكتئاب لا يوجد أو قليل من مرضى الاكتئاب في العالم عندهم أعراض اكتئابية من دون شكايات جسدية. لا يأتينا مريض الاكتئاب من دون صداع توتري، لا يأتينا من دون اضطراب بالنوم، لا يأتينا من دون أحياناً اضطراب بالجهاز الهضمي أو الجهاز البولي دائماً، أو تحديداً مريض الاكتئاب ممكن يجي بآلام عضلية ومفصلية غير مفسرة. يعني بيراجع، نحن دائماً هالمرضى بيراجعونا مع كيس أدوية هالقد ومجموعة تحاليل كلياتها سليمة، نحن بنستفاد من أنه اطمننا عليه أنه ما في شيء حقيقة، وتأكدنا يعني بأنه مشكلته نفسية، مع العلم أنه نحن كنا يعني ما أنا مضطرين لكل هالاستقصاءات وكل هالأدوية المجربة عليه. نحن كان من البداية واضحة الشكاية النفسية الجسدية أو من سميها السايكوسوماتيك أو النفس جسدية. ما في مريض قلق وخاصة البانيك أتاك، نوبات الهلع، ما بيشكي من بالبتيشن، خفقان أو ضيق نفس أو تريمور، رجفة أو غيرها من الأعراض، السويتينج، التعرق وغيرها من الأعراض الكثيرة الجسدية. لاحظي قديش هذا الخلل بالنواقل العصبية بالجملة العصبية المركزية عم يعكس أثره على عمل باقي أجهزة الجسم، لأنه تتأثر بخلل النواقل العصبية كالسيروتونين والنور إبينفرين والدوبامين وغيرها، فهذا كلياته بيأثر على باقي أعضاء الجسم باعتبار الدماغ هو القائد لعملية لباقي أعضاء الجسم، وخلله سيؤدي إلى خلل انعكاسي على هالأعراض الجسدية، سواء يعني حتى نظره، حتى حاسة الشم، حتى آلامه المفصلية، حتى جهازه الهضمي، جهاز القلب والدوران، يعني كل شيء تقريبا ممكن، كل أجهزة الجسم حقيقة، ولكن تحدثنا عن أشعاعها. فليش الحديث عنه مهم؟ يعني يكفي أنه بس نقول في عنا 300 مليون مريض اكتئاب في العالم، هاي لحاله كاضطراب، ناهيك عن أنه 10 سكان العالم بيعانوا من أحد 3 اضطرابات نفسية كبيرة مثل الفصام، اضطراب مزاجي ثنائي القطب، والميجر ديبريسيف ديس اوردر، الاضطراب الاكتئابي الجسيم. 10 سكان العالم، واحد على 10 بس بيعانوا من واحد من هدول الاضطرابات. ناهيك عن باقي الاضطرابات، لسه ما دخلنا بالقلق، بالوسواس، بالرهابات، بالبانيك وغيرها، والديبندنس، الاعتماد، هناك نسبة كتير كبيرة وكلها إلى تظاهرات جسدية. لذلك لازم نكون منتبهين لهذا الموضوع نحن كأطباء ونحن كأشخاص. يعني فذكرتي نقطة حلوة عن أنه كيف أنا فيني أعرف أنا كشخص. حقيقة أنا كشخص ممكن إذا كان في عندي مشكلة نفسية أنا ممكن يتفاقم عندي يتفاقم عندي هالعرض نتيجة الخوف، ولكن إذا ربطت هذا العرض دائما بالشدة النفسية، لأنه هي أحد الأسئلة دائما اللي بنسألهم إياها يعني، وهو بيلاحظ تزامنه وارتباطه مع شدة نفسية، بيحس إنه فعلا لما بيتعرض لهالموقف، لهالمشكلة مع زوجة، لهال طبعا باعتبار إنه يعني السيدات هن
أكثر شكاية جسدية من الرجال بسبب طبيعتهم الهرمونية، طبيعتهم يعني الأكثر حساسية للشدات النفسية، فبتتظهر عليهم الأعراض الجسدية أكثر. فبتقول السيدة يعني أنا لما صار معي هالموقف فعلا أنا بعد يومين صار هالشكايات موجودة عندي، في تزامن وارتباط مع الشدة النفسية. نعم دكتور، حكينا عن الأشياء مثل ما تفضلت وحكيت، إذا بدنا نحكي عن الحالات يمكن يلي نحن ممكن نصادفها أو صادفتنا بحياة اليومية، منشوف ممكن بعض المشكلات، شخص ممكن مثل ما منقول بالعامية بكس على أسنانه وهو نايم بشكل كتير كبير، هون تحدث مشكلة الأسنان، إن كان بتقدم الأسنان إن كان بمحاء الأسنان، بعض الآخر ممكن يشد على إيديه. نعم. مثل ما منقول من في منلاقي الأظافر هون معلمة، فهون صحيح. يمكن يكون في شدة نفسية، هي التفاصيل الصغيرة ممكن تكون هي الشعلة لحتى نحن ندور على المشكلة النفسية الأساسية أو الضغط اللي عم نعيشه. قديه بتفضل لما منتصير معنا أي شيء من هذا اتجه لدكتور نفسي ممكن يساعدنا على الحل ونوقف هي المشكلة؟ صحيح، نقطة مهمة حقيقة. نحن مشان يفهمنا مريضنا أكثر ويعرف أنه نحن متفهمينه بشكل دقيق ومتأكدين من أنه ظهور هذا العرض الجسدي على جسمه سواء بجهاز الهضم أو غيره هو ليس بإرادته، هو باللاوعي. تمام. يعني هو ناتج عن كبت مشكلته. خلينا دائما نروح باتجاه السيدات مشان نصف معهم يعني بمشاكلهم، وباعتبار أنه أنا دائما من أنصار ومن صف المرأة لهيك بنحبك كثير دكتور. لأنه عادة اللي بيكبت أكثر بيكون الرجل، يعني الرجل اللي بيكبت أكثر يعني ما بيعبر. نعم. إذا هو متضايق بنشوف الكبت، بينما المرأة أحيانا بتبلش مع مثلا بالتعصيب بالبكاء بالتغير المزاج اللي بنشوفه واضح عليها إذا هي صاير مع مشكلة. صحيح. بعدين بتنتقل لمرحلة الكبت لأنه ما عاد استفادت أساسا. صحيح. من أي وسيلة يعني تعبير. تماما، بتحاول تعبر بالبداية بعدين بتستخدم ديفنس ميكانيزم، آلية دفاع غير ناضجة اسمها الكبت. فالكبت عم نكبته باللاوعي بفترة معينة، بيخرج هاللاوعي على شكل غضب بلحظة أو أنه ممكن تأذي نفسها، ممكن أنه تكسر، ممكن أنه تطلع كل شيء بلحظة معينة. فهذا الشخص أو السيدة اللي عم تطلع هالأعراض الجسدية هي سيدة في عندها كبت، فهي مو بإرادتها. يعني أنا ما فيني إلا وهينا بأنه هناك في أنا أطباء أو بعض الأطباء بيقول له قوم حاجة كذب. أوه. قوم حاجة كذب ما فيك شيء نهائيا. يعني نحن بنعرف بأنه السيد الطبيب يعني قدر بأنه ما في شكاية يعني، ولكن هي الطريقة بالتعامل مع هذا الشخص تعني أنه نحن ما نعرفانين كيف آلية الكبت وكيف آلية خروج والتعبير النفسي أو التعبير اللاواعي عن مشكلتنا النفسية بالأعراض الجسدية. نحن بإمكاننا نشرح له، لازم يكون في عندنا معرفة حتى إذا كنا أطباء هضمية وقلبية وغيرها من الاختصاصات، لازم يكون عندنا قدرة على الشرح من أجل نوصلها بطريقة لطيفة ومحترمة وما فيها إهانة للمريض. فكتير بيكون متأذي نفسيا بأنه حكى معه بهالطريقة هي ووصفه، وخاصة إذا كانت سيدة وما خدها زوجها بعد ما هو واصفها زوجها بأنه عم تكذبي، وإجا الطبيب أكد له وبيقول له أنه ما فيه شيء وعم تكذب وهذا دلع وما دلع. هذا الكلام ما نوع علمي، هذا كلام عام، كلام عوام. أنا إذا طبيب بدي أحكي كلام علمي، غير الكلام العلمي مني كطبيب غير مقبول تماما، وإلا أنا صرت عوام أو صرت أنا عامل مساعد للمرض. نعم، أنا عم أعمل reinforcement، عم عزز المرض حقيقة. هي العملية بتعزز الشكاية عند السيدة. صحيح. وبالتالي بتحس أنه حتى الطبيب ما فهمها وبتضل عم تدور إلى أن تجد هي بنفسها، لأنه زوجها بطل يساعدها بسبب تأكده من كذبة
بالشكاية إلى أن تلاقي حدا فعلا يفهمها ويعالجها ويبدأ بالعلاج. فإذن هي نقطة مهمة، المريض ما عم يعبر بطريقة واعية وإنما بطريقة لا واعية عن أعراضه. هناك بعض المرضى اللي بيصيبهم منسميه فقد وعي عصابي المنشأ، هي فجأة بتلاقي واقف وفجأة بتلاقي فقد الوعي ووقع وصار يختلج ويطلع زبد من تمه، حالة مقلدة تماما لنوبة الصرع أو النوبة الاختلاجية. نعم. شبه مقلدة إليه، ولكن في بعض الفروقات اللي بتخلينا نفصل بيناتهم بشكل دقيق، أو طبيب الزميل طبيب العصبية بيقدر يفصل بيناتهم بشكل دقيق. ولكن نحن ما فينا نسمي هذا المريض بأنه كاذب، وإنما هي طريقة جسمه ودماغه للتعبير عن الكبت والانفعال اللي هو حاصره أو كابته بهالطريقة. طيب دكتور، عادة بنسمع عن الكتمان بأنه له آثار كتير نفسية، آثاره النفسية كتير بيكون واضحة على الجسم، يعني بنقرأ مثلا مقالات بتنشر أنه عن ظهور مثلا بقع بالجسم، بيقول لك هي البقع بالجسم نعم. هي سببها نفسي، إذا أنت عندك معناته أنت عم تمر بأزمة نفسية طلعت ببقع عليك. كتير بنسمع مثلا المرضى الكولون العصبي هن أكثر الناس شكاية من الآلام بشكل مستمر إذا عصبوا أو توتروا. كمان الأوجاع بنسمع كتير كمان إنه في سيدات بيعانوا شعرهم بهر نعم. اضطرابات هرمونية بتأثر على جسمهم، يعني أوقات مثلا بيقولوا لك النمط الغذائي وما إلى ذلك، بنروح لعند دكتور بيقول لك لا أنت سبب المشكلة عندك هاي الاضطرابات، هي فيزيولوجية نفسية، إذا صحيح. قدرت تضبط حالك نفسيا رح تتخلص مثلا من مشاكل. مدى صحة هذا الشيء فعليا دكتور؟ صحيح. نحن للأمانة ذكرنا معظم أعضاء الجسم ونسينا زملائنا أطباء الجلدية، لأنه يعني في كتير من تظاهرات أو المشاكل الجلدية فعلا بيعرفوا أطباء الجلدية ومتعاونين، أنا بشوفهم كتير حقيقة بتوضيح العامل النفسي بظهور هالمشكلة. فعندهم الكثير من المشاكل الجلدية اللي سببها نفسي المنشأ، لذلك فعلاً بيطلبوا مساعدة الطبيب النفسي، لأنه من دون المساعدة لا يمكن أنه بالإجراء اللي بده يقدمه هو أنه يسبب أو يحصل على شفاء عند مريضه، وبالتالي نحصل على الغاية المثلى واللي هي شفاء مريضنا. فالاضطرابات الجلدية شائعة جداً ذات المنشأ النفسي، مثل الصداف والحزاز وغيره من حتى الذئبة الحمامية، يعني مجموعة من الأسماء قد تكون غريبة شوي، ولكن نحن كأطباء كلنا بنعرفها هي ذات منشأ نفسي، ولذلك دائما لازم تكون بالحسبان. ولازم أيضا طبيب الجلدية حقيقة بيسأل مريضه أنه خبرني إيمت بلشت، خبرني هل كان في حدث معين بحياتك مهم ذو شدة نفسية أثر عليك، بلشت تظهر هالأعراض من قبل أم ماذا، وبهالشكل هذا بيوصل للسبب النفسي اللي مسبب له هالمشاكل. إذا بدنا ندخل دكتور بالعلاج، وبتصور أنه يمكن الحصن الأول يلي ممكن يحمي أو طريق العلاج الأول هو الوسط المحيط بالشخص نعم. المريض، مثل ما قال دكتور قبل شوي البعض ممكن يشكك بصدق المعاناة اللي عم تمرق فيها السيدة أو حتى الرجل بغض النظر عن الشخص المريض، بس في أشخاص تانية ممكن يدعموا، ممكن يصدقوا، ممكن ياخدوا بإيد الشخص التعبان لحتى يجتاز هي المرحلة بخير وسلامة. خلينا نحكي عن طريقة التعامل مع الشخص اللي عم بيعاني يمكن من هي الاضطرابات بطريقة صح لحتى ما نزيد عليه الأوجاع، وبنفس الوقت نكون الخطوة الأولى بطريقة علاجه. صحيح. طبعا يعني مثل ما تحدثنا انه الخطوة الاولى هي فعلا سماع المريض بشكل سليم وتفهم مشكلته والتوجه بشكل سليم الى المكان الصحيح للعلاج، وهو الطبيب النفسي يلي رح يقوم بدوره بشكل امثل من خلال سماع كل قصة المريض والشرح الواسع لكيفية حدوث
لكيفية حدوث المشاكل. فل أنا مالي طافي ولا يهمك دكتور عادي. لكيفية حدوث المشاكل النفسية أو وتشكيلة لهالألم العصبي، هالألم الجسدي اللي موجود عنده، لازم اشرح له. يعني تخيلوا ممكن الجلسة نقعد 20 دقيقة أو 30 دقيقة نحن عم نخبره كيف بيصير من المشكلة النفسية مشكلة جسدية. نعم. وبالتالي بدنا نبدأ بالعلاج. طبعاً إذا كان هناك ألم مهما أخذنا مسكنات لن نحصل على أي فائدة إذا ما عالجنا المشكلة الأساسية وما عالجنا أيضاً بطريقة تقنيات العلاج النفسي مثل العلاج المعرفي السلوكي. السايكو إديوكيشن لازم يكون موجود، واللي هو التثقيف النفسي للمريض كيف بتظهر. نعم. مشان يصير يقدر يفهم آلية حدوث. نعم. يعني دكتور هذا الموضوع كتير كبير. نعم. وللأسف الوقت انتهى، رح نكمل أكيد بحلقات تانية. نتمنى أي شخص عنده أي تعب أو قلق فعلا يكون عنده هذا الوعي، يقدر يتوجه لطبيب نفسي، يكون الوسط المحيط فيه داعم له بشكل كتير كبير لحتى يجتاز هي المرحلة. شكرا كتير لك دكتور. شكرا لكم. شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. أما هلأ